سنة وانتو سالمين. اليوم كان فطورنا كبة مقلية وشوربة العدس وعملنا تمر وسوس. تابعوا معي طريقة تحضير الكبة المقلية اللي عم تقرش بتاخد العقل. عندي كيلو ونص برغل ناعم عمقي مغسول، حطيت له ملح وكمون وبصلة، رح ديرهم على ماكينة الكبة 3 مرات، بعدين رح أضيف فوقهم نص كيلو هبرة وحط له شوية بهار وإدهكن مع بعضهم. مشان يسهلوا علي ورح نحضر للحشوة. عندي بصلتين كبار فرمتهم، رح دبلهم مع شوية سمنة وحط فوقهم لحمة ناعمة وملح وبهار وحركهم مع بعضهم، وبعدين بعد ما بيستووا تقريبا رح حط فوقهم جوز وقلبهم مع بعضهم لحتى تنشف ميتهم تماما، وبعدين بعيفهم على جنب لحتى يبردوا وبلش بشكل الكبة المقلية. خلصت تقطيعهم على ماكينة الكبة، تقريبا طلعوا عندي صينيتين كبار، يعني تقريبا شي 73 درويش بهذا الحجم مثل ما لكم شايفينهم. هلأ رح نبلش بتشكيلهم بعد ما طبعا بردت الحشوة تماما. رح بل السبابة بالمي لحتى ما تلزق الكبة عليها، بلش شكلهم من على الأطراف من أول طرف، بعدين رح أحشي من الطرف الثاني وارجع سدهم وشكلهم بالشكل اللي أنا بدي إياه. في ناس بتستعمل ماكينة الكبة القالب تبعها خاص فيها، وفي ناس بتستعمل العصاية الخشبية كمان سهلة، وفي ناس بترقها على إيدها. كل واحد بيعمل حسب ما هو، يعني حسب الأسهل له. أنا بشوف الماكينة على القالب تطلع كلهم، يطلعوا كلهم شكلهم واحد وسهلين، ما فيهم صعوبة وأسهل للتحضير وأسرع. وهذا الثاني كمان نفس القصة، هيك لحتى تخلص عندي كل الكمية. يعني أنا شكلتهم أول، أنا قطعتهم أول شي بالماكينة بعدين بلشت شكلهم. رح بلش بشوربة العدس. عندي كاسة ونص عدس مغسول، رح أغمره بالمي وحطه على النار لحتى يغلي. مجرد يغلي رح حط له شوية كمون وملح، ورح حط له مكعب ماجي. يعني السر الطعم الطيبة بالشوربة العدس بالذات ينحط له مكعب ماجي، لذلك ما كترت ملح كتير لأنه المكعب الماجي بيكون مالح. بعد ما بحسهم أنهم استووا تماما تقريبا بتركهم لحتى يبردوا وبعدين حطهم على الخلاط. في ناس ما بتحطهم على الخلاط، لا أنا بشوف هيك شكلهم بيطلع، شكل الشوربة بيطلع أحلى بكتير. بعدها رح أرجع صبهم بطنجرتهم مثل ما لكم شايفين، حطهم على النار ليتعقدوا. في هالأثناء بكون أنا قليت فرمت بصلي ورح أقليها شوي بالسمنة وحطها فوق الشوربة
وعيفهم يتعقدوا مع بعضهم لحتى الرغوة اللي على الشوربة تروح. وهذا الشكل النهائي للشوربة بعد ما استوت وتعقدت. طبعا نحن عملنا تمر وسوس، انا نزلت فيديو خاص فيهم فيكن تشوفوهم بطريقة سهلة وسريعة جدا. هلا رح اقلي الكبة، بحمي الزيت كتير منيح وبحط الكبة فيه لحتى يصير لونه ذهبي، وبصفيهم وبقدمهم. وهذا كان اخر الفيديو لنا، ورمضان كريم وكل سنة وانتم سالمين، وشكرا لكم على المتابعة.